إلى مراسلتنا إيمان جبور من اللد. إيمان، هل لك أن تضعين في ردود الأفعال لديك على منح الثقة لهذه الحكومة الإسرائيلية؟ نعم، بالطبع هنالك تياران الذي يؤيد القائمة العربية الموحدة التي كانت جزءا من هذا الائتلاف، وتيار آخر الذي تمثله القائمة المشتركة التي وهي تقف طبعا ضد دخول أحزاب عربية إلى ائتلاف حكومي، خاصة هذا الذي يرأسه بنت المعروف بمواقفه اليمينية والاستيطانية. هنالك أيضا رأينا اليوم يعني تيار آخر داخل الحركة الإسلامية يقول بأن هذا النهج والدخول إلى هذا الائتلاف الحكومي لا يمثلهم، وبالتالي يبدو بأننا مقبلون على نوع من الشرخ أو الانقسام داخل الحركة الإسلامية الجنوبية ممثلة بذراعها السياسي القائمة الموحدة على خلفية دخولها الائتلاف الحكومي برئاسة بنت. وهنا طبعا تجب الإشارة بأن النائب سعيد الخرومي وهو جزء من القائمة الموحدة امتنع عن التصويت، وبالتالي الحكومة نالت الثقة بأغلبية ضئيلة جدا، وهي تعتبر حكومة أقلية، يعني 60 عضو في الائتلاف مقابل 59 عضو في المعارضة، وهي تعتبر حكومة أقلية، ليس فقط حكومة ضيقة بل حكومة أقلية، بمعنى أنها تعتمد على أقل من يعني على نصف أعضاء الكنيسة وليس أكثر من ذلك. ولكن يجب أيضا الانتباه إلى التصرفات أعضاء آخرين من القائمة المشتركة، منهم مثلا أيمن عودي من الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، وأيضا أحمد الطيبي وأسامة السعدي من الحركة العربية للتغيير. هؤلاء النواب الثلاثة تغيبوا في الجولة الأولى للتصويت، وفي الجولة الثانية للتصويت صوتوا ضد هذه الحكومة، بمعنى أنهم أرادوا أن يروا إن كانت ستنال هذه الحكومة الثقة أم لا، بحيث يقرروا إن كانوا سيمتنعون عن التصويت أم سيصوتوا ضد الحكومة. وحينما رأوا بأن الحكومة حصلت على أغلبية أمام المعارضة صوتوا ضدها. هذا يعني بأنهم ربما في حالات قادمة قد تقوم بها المعارضة باقتراح حجب الثقة عن الحكومة، ربما قد يشكلوا نوع ما يسمى شبكة أمان لحكومة بنت لابيد، بمعنى أنهم يمتنعون عن التصويت وبذلك يعني يحافظون على استدامة هذه الحكومة خوفا من أن تسقط ومن أن يعود نتنياهو إلى الحكم. يعني هذا مجرد رأي، ليس بالضرورة بأن يتصرفوا بهذا الشكل، ولكن هذا يوحي بأنهم ربما يكونون على استعداد لمنح شبكة أمان لهذه الحكومة بحيث لا تسقط يعني في أي مرحلة قد تحاول المعارضة أن تحجب عنها الثقة.